أفادت مصادر محلية أن مصالح الدرك الملكي بمرزوقة أوقفت ليلة الاثنين الماضي فتاة في العشرينيات من عمرها قامت بتقليد خطاب القيد حرية وهي تؤدي مهامها المهنية بطريقة متفردة نالت إعجابا كبيرا من كل المواطنين داخل الوطن وخارجه في زمن كورونا. فيديو العشرينية من عمر قيد الاعتقال تم تداوله على نطاق واسع على تطبيقات الواتساب وبمواقع التواصل الاجتماعي مما حرك تحريات الدرك الملكي حول مصدر الفيديو وحيثيات التصوير الذي ظهرت فيه الفتاة وهي ترتدي زيا عسكريا. وحسب نفس المصدر فقد تم إيقافها ووضعها تحت الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي بمرزوقة وبعد تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة قضت المحكمة الابتدائية بالراشيدية بشهرين حبسا نافذة في حق الفتاة وبشهر واحد موقف التنفيذ في حق الدركي صاحب الزي العسكري.